واحد من أكبر معالم الصين، يعتبر أشهر معلم أثري وتاريخي على وجه الأرض، من عجائب الدنيا السبع. يحمل تاريخاً يصل لأكثر من 2000 عام، طوله يمتد لأكثر من 3000 ميل. لكن هناك حقائق كثيرة قد لا نعلمها عن هذا الأثر العظيم، والتي لا يمكن أن نتخيلها أبداً. فما الذي يحمله سور الصين العظيم من أسرار؟ من أشهر ما قيل عن سور الصين العظيم والذي انتشر بشدة بخصوصه إنه يمكن رؤيته بالعين المجردة من سطح القمر. جاءت هذه الفكرة من الرسام روبرت ريبلي الذي وصف الجدار بأنه أعظم أعمال الإنسان وأنه الشيء الوحيد الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة من على سطح القمر. لكن رواد الفضاء نفوا ذلك الأمر وأكدوا أنه لا يمكن أن نرى سور الصين العظيم أبداً من سطح القمر، رغم أنه واحد من أعظم المباني وأكبرها. لكن رغم ذلك لا يمكن رؤيته من خارج الأرض، رغم أنه من أعظم إنجازات البشر على الأرض. الاسم الصيني للسور قبل زمن طويل من تسميته ليس بسور الصين العظيم كما نعرف نحن، فقديماً كان لدى الصين لكل مدينة سورها المنفصل عنها والذي يحميها، وإنما كان اسمه سور مدينة، وأضاف الصينيون صفة لكنها صفة طويل وليست صفة عظيم، ليصبح اسم الجدار الطويل بين الصينيين وليس سور الصين العظيم. لا يحتوي سور الصين العظيم على أجساد بشرية كما يشاع، حيث تقول الشائعات القديمة إن العمال الذين رحلوا أثناء بناء السور وضعت أجسادهم داخل السور، وأن أجسادهم لا زالت باقية إلى الآن، إلا أنه لا يوجد أي دليل أثري على ذلك، وتبقى تلك مجرد شائعة ليس أكثر. يتكون السور العظيم من مواد البناء الطبيعية من الأرض والحجر، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن أحد المكونات المستخدمة كان الأرز، المعروف باسم الأرز اللزج، وقد ساعد ذلك الأرز اللزج على جعل الجدار لزجاً ومتماسكاً طوال تلك السنين. ولم يتخيل أحد أن تكون تلك المادة من ضمن مواد البناء الخاصة به. تحيط العديد من الأساطير بالسور العظيم والتي تناقلت عبر سنوات طويلة من بنائه، لكن أبرزها أسطورة صرخة مينغ جيانغ نو والمنتشرة بشكل كبير، وتحكي القصة أن زوج مينغ رحل أثناء بناء الجدار، فحزنت زوجته عليه بشدة، وكانت صرخاتها صاخبة وعالية حزنا عليه، لدرجة أنها تسببت في انهيار جزء من الجدار، ولازمت تلك الأسطورة السورة حتى الآن. وبسبب كل تلك الحقائق والأساطير يظل هذا الأثر واحداً من أعظم ما شهدته الأرض، ويحمل العديد من الأسرار. فرغم مرور كل تلك السنوات إلا أنه باقي وصامد، يحمل عبق الماضي وأسرار الراحلين.